المسيحي، الهدف هو كيفية السيطرة على هذه الدولة من خلال انهيارها وتمزيقها، ومن خلال تقسيمها لتنفيذ مخطط أمريكي صهيوني في المنطقة وفي مصر بالذات، وهم يعملون على تنفيذ هذا المخطط. يمكن آخر مرة كنت هنا في هذه القاعة وأنا بتكلم قبل 30 يونيو، ويمكن في مؤتمرات كتيرة قوي حضرناها وحضرتها الدكتورة كريمة الحفناوي، أستاذ حمد الفخراني، مستشارة تيان الجبالي، والأستاذة نور الهدى، والمناضلة الكبيرة شهندة مقلد. قبل 30 يونيو كنا بنقول كلمة واحدة، كنا بنقول إنه ستتحطم على صخرة سلميتنا سيوف عنفهم، وانتصرنا عليهم أعتقد بالسلمية. وكان الهدف قبل وبعد ولا زال إزاي يجرونا إلى ملعب العنف، لأنهم عارفين كويس قوي وقت العنف هم هيعملوا إيه. ويمكن حضراتكم شفتوا إنه لما حتى بيعملوا عنف وما يلاقوش الطرف الثاني بيستجيب، بيعملوا هم اللي كانوا منتظرينه من الطرف الثاني اللي ما استجابش. لما بيعملوا عنف مع الشرطة أو مع الأهالي علشان يموت منهم 10 أو 20، ويلاقوا إن الأهالي والشرطة مسالمة ولا تقابل هذا العنف بعنف، بيحصل إيه؟ إن هم يقتلوا في نفسيهم، بيقتلوا في أولادهم وفي حريمهم، وبيقتلوا في أولادهم الصغيرين وفي أطفال شوارع وأطفال أيتام، علشان في النهاية يصوروا كم صورة ويصدروا ده للرأي العام. فالهدف هو مصر، وأنا مطمئن جداً، لأن الله عز وجل قال في كتابه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما ربنا يقول لي آمنين والمرشد يقول لي إرهابيين وخايفين، أنا هصدق كلام ربنا مش هصدق كلام المرشد إطلاقا. يعني أيضا ربنا عز وجل وهو يقول هذه الآية قال: ادخلوا مصر. وقت ما نزلت الآية كانت مصر، والحد قبل القيامة ما هتقوم بدقيقة والقرآن موجود ومحفوظ برضو هي إيه؟ مصر. فبالتالي لما ربنا يقول مصر وما قالش مصر العليا ولا مصر السفلى، مصر الإخوانية ولا مصر المسيحية ولا مصر النوبية ولا مصر، لما يقول مصر بس وفي كلمة واحدة من ثلاث كلمات من ثلاث حروف، وتفضل الآية دي موجودة محفوظة بحفظ الله للقرآن لحد قيام الساعة، يبقى ده أكبر ضمان إن مصر هتفضل هي مصر، دولة واحدة وكلمة واحدة وشعب واحد بمسلميه ومسيحيه. وأخيرا بقى الجماعة الهبل اللي واقفين في الشوارع، والظاهر لا هم قروا تاريخ ولا جغرافيا ولا تربية وطنية ولا فيزياء، ده خارج كل حاجة، خارج التاريخ والجغرافيا والفيزياء والتربية الوطنية، حتى الإنسانية نفسها خارجين عنها. لو احنا النهاردة جينا مسلمين ومسيحيين بمنتهى التراضي كده وقعدنا مع بعض اتعشينا وشربنا شاي واتفقنا نقسم البلد دي على بعض، هينفع؟ والله ما هينفع. والكلام ده واحنا فرحانين ومبسوطين وبالتراضي، وكل واحد فينا مستعد يضحي شوية من ناحيته شوية، وتيجي الواحد في شبرا تقول له خلاص دولتك بقت في المنيا، او واحد في المنيا تقول له خلاص دي مش بلدك، بلدك في اسكندرية في دولة جديدة، هينفع؟ والله ما هينفع. روح لواحد مسيحي كده في قنا، اخونا اللي كان من شويه بيتكلم وهو عنده محل حلاقه وبيقول زباين كلهم مسلمين، روح قول له كده تعالى نديك محل في مكان تاني كده، والله ما هيرضى. وتعالى لواحد مسلم برضه في اي مكان قول له هنوديك بلد تانيه، والله برضه ما هيرضى. هي البلد دي كده، وربنا ولفها توليفه غريبه كده، ما فيش بيت مسلم لوحده ولا بيت مسيحي لوحده ولا قريه الا وفيها مسيحي على مسلم، ولا مصنع ولا محل ولا تاكسي ولا ميكروباص، هي توليفه كده. وبالتالي الناس دول لو بس يعني فتحوا عينيهم شويه، لو قروا التاريخ شويه، لو ركبوا ميكروباص بس ميكروباص واحد وسالوا اللي فيه، هيعرفوا ان غرضهم وان خطتهم مستحيل تنفيذها على ارض الواقع حتى بالتراضي، ما بالك اذا كان بالتراضي ونفشل، يبقى هينفع بالعافيه؟ برضه مش هينفع. اخيرا طبعا انا بايد مساله لابد انه يكون هناك ردع، والاصل في العقوبه، والمعالي المستشاره موجوده، الاصل في العقوبه هي الردع.
فلو ان معروف ان اللي هيعتدي على مسجد او كنيسه هتبقى عقوبته الاعدام، مش هيعمل كده. وبالتالي بنطالب بتغليظ العقوبه. اعتداء على مسجد او كنيسه او على بيت مسلم او مسيحي بهدف اثاره الفتنه الطائفيه لابد ان تكون عقوبتها الاعدام، ولا تنازل في ذلك حتى بالصلح. يفضل الحق محفوظ والقانون قائم حتى لو اتصلح. لما نعرف ان الصلح السلم ده مش هيجيب نتيجه وان اللي هيعمل كده هيتعدم، اتحداكم ان حد يعمل كده. بشكركم شكرا جزيلا. بلطجيه بلطجيه، عاوزين ينهبوا بس. بس انا اللي عاوز اقوله دلوقتي، احنا مهجرين، يعني عائله كامله مهجره، كل واحد طالع بجلبيته وفلنته، اللي لابس لبس اخوه واللي لابس لبس من اخته. عاوز اقول لكم كلكم اتكلمتوا عن النسيج الواحد، لكن هل حد عالم بظروف اللي طلع من البلد، ظروفه ايه طلع بيها؟ كلكم اتكلمتوا على اساس مسلم ومسيحي، ما فيش الكلمه دياتي عندنا في البلد، احنا ما لاحظناش الكلمه دياتي، كلنا واحد، ما فيش الكلمه دياتي. لكن هل يا ترى اللي يده في الميه زي اللي يده في النار؟ ما حصلش. فلما اقول لكم يا ريت تبصوا للموضوع للاعمق، يعني شوفوا الناس اللي اتهجرت، الناس اللي اتحرجت دي منازلها وبيوتها واتنهبت طالعه بيها، وطلوا عليها بعين من جوه. وشكرا. هعرف نفسي ان انا انسان ومصري، اتمنى هو ده اللي يبقى في الثقافه بتاعتنا بعد كده، انسان ومصري. بطلوا بقى الكلام بتاع مسيحي ومسلم والمسيحيين والمسلمين والنسيج الواحد، لان كل الكلام ده بيحط التفرقه. اولا انا بحيي القائمين على المؤتمر ان هم عملوا حاجه زي كده، بس اسمحوا لي اوجه لكم لوم او عتاب صغير. كان الاولى بالمؤتمر دوت من القاعه دي انه يروح يتعمل في الكره اللي حصل فيها اعتداءات على مواطنين مصريين. انا عارف انه في ناس كتير حقوقيين بيقوموا بمجهود كبير، والمؤتمر ده مجهود كويس واكيد هيبقى ليه تاثير، بس انا شايف انه لازم يبقى في مجهود اكبر من كده على ارض الواقع للناس اللي بيوتها اتسرقت واتحرقت. الراجل اللي اتكلم قبلي ده واحد بيته اتحرق وممتلكاته ضاعت ومفيش حد هيعوضه. في بقى كذا انتقاد تاني حابب اوجهه لمجموعه من المنظمات الحقوقيه المصريه اللي فضلت تصدعنا طول الفتره اللي فاتت وتطلع بيانات استباقيه تطالب بعدم فض اعتصام ناس مسلحين موجودين في رابعه العدويه والنهضه، وفضلوا اكتر من شهر كامل محدش فيهم بيتكلم على مواطنين مصريين كانوا بيدفعوا فاتوره 30 يونيو الا بعدها ب 35 يوم لما طلع بيان من 16 منظمه حقوقيه. تمام. الحاجه الثانيه، في لوم لازم يتوجه لدكتور لاول حد لرئيس الجمهوريه المستشار عدلي منصور، نائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد البرادعي اللي بيتكلم عن حقن الدماء ومحدش شافه طلع اتكلم على كل اللي حصل لمواطنين مصريين في الصعيد، حكومة الدكتور حازم الببلاوي، الفريق السيسي، وزير الدفاع، وزير الداخلية محمد إبراهيم اللي عليه علامات استفهام كتيرة، كمان للجهات القضائية وجهات التحقيقات، لأن وصلتنا شهادات من هناك بتقول إن وكيل النيابة كان بيحقق مع الناس في بني أحمد الشرقية بيقول لهم خلي السيسي اللي انتوا نزلتوا تفوضوه ده ينفعكم. وكيل النيابة ما بيقومش بدوره ومتطرف ومتعصب وبيغلب أهواءه السياسية والنزعات الدينية والشخصية على أداء عمله. كمان الضباط اللي شافوا الحاجات اللي بتحصل والشهادات كلها سمعناها. كلنا مشاركين في الفساد اللي بيحصل ده. المنظومة دي كلها كده لازم تتهد. الثورة مش مجرد بس تغيير أقنعة وأنظمة سياسية، ما احنا جبنا ناس احنا بنحبهم وبنحترمهم زي دكتور البرادعي. الدولة عملت ايه لما مواطنين تم الاعتداء على بيتهم وتهجيرهم من بيوتهم وحرق ممتلكاتهم؟ ولا حاجة، اتعاملت بنفس الطريقة القديمة. في اتنين صلح عرفي اتعملوا في عصر دكتور البرادعي وحكومة حازم الببلاوي. اتنين صلح عرفي في اليوم اللي كان بيتعمل فيه صلح عرفي في بني احمد الشرقية، اللي حصل حصلت اعتداءات تانية في قرية الديابية. حاجة كمان انا الوم برضو قيادات الكنيسة ورجال الكنيسة، ليه؟ لان هم قبلوا ان هم يتكلموا باسم الناس المسيحيين اللي بيوتهم اتحرقت. اللي حصل؟ حصلت جلسة
صلح عرفية مهينة ومذلة للناس اللي تم الاعتداء عليها، بما ان الكنيسة هي اتكلمت وراحت وقفت على الصلح المهين دوت. بعد كده الدولة قالت مش هتعوض حد، الناس اللي اعتدت مش هيعوضوا حد، والكنيسة كمان بتقول مش هتعوض حد. لما انتوا محدش فيكم هيعمل حاجة للغلابة بتتكلموا باسمهم ليه؟ لما انتوا محدش هيعمل حاجة للغلابة اللي بيوتهم اتحرقت بتتكلموا باسمهم ليه؟ انا بتكلم هنا، انا كمان بدافع عن مصلحتي، انا مش راجل حقاني، كلنا بندافع عن مصالحنا عشان نبقى واضحين. انا واحد ساكن في منطقة شعبية معرض انه يحصل خناقة ما بين ناس، فجأة الاقي بيتي اتحرق وبقيت في الشارع. انا هنا بدافع عن نفسي قبل ما دافع عن الناس اللي بيوتها اتحرقت. يا رب كده بقى يعني كلنا ناخد خطوات بجد، وكل اللي احنا بنعمله دوت ده ملوش لازمة، احنا بنشتغل بنفس الطريقة القديمة. لو في منظمات حقوقية هتعمل شغل حقيقي، انا عايز المؤتمر ده يروح يتعمل هناك ويرفض جلسات الصلح العرفية والناس تبقى موجودة هناك. انا ما عنديش امكانيات اكتر من اللي انا قلته دوت. شكرا. من العبارة بتاعت مصر اسلامية لحد ما طلعت بنت محجبة يعني مسلمة وجابت مية وجابت صابون وجابت حتة وأزالت كلمة مصر إسلامية وتجرأت وعملت ده كويس. الكنيسة الحمراء دي حكى عليها حتى لواء أحمد عبد الحليم لأنه ساكن قدامها على طول. عايز أقول لكم حاجة، لا الجلسات الصلح العرفي هتجيب نتيجة، ولا تبويس المسلمين للمسيحيين والمسيحيين للمسلمين هيجيب نتيجة، ولا قعدة الشيخ والأسيس هيجيبوا نتيجة. المسلحيين مضطهدين مرتين في البلد دي، مرة لأنهم مواطنين ومرة لأنهم مسيحيين، يعني هم مضطهدين مرتين. أنا مضطهدة لأني مسلمة ولأني امرأة كويس. لو واحدة زي هتبقى مضطهدة لأنها مصرية ومسيحية وامرأة، يعني تبقى مضطهدة ثلاث مرات. الحكاية إيه؟ الحكاية وكمان لو فقيرة تبقى كارثة، تبقى الرابعة، تبقى مصرية ومواطنة ومسيحية وامرأة وفقيرة، تبقى مضطهدة أربع مرات كمان. الحكاية إيه؟ الحكاية مش هتنتهي. اللي بيحصل في رابعة مرتبط باللي بيحصل في المنيا، مرتبط باللي بيحصل في سينا، مرتبط باللي بيحصل في القرى اللي فيها اضطهاد للمسيحيين. هي سياسة غياب قانون يأمن المصري بصرف النظر عن دينه وثقافة، وثقافة تمييز. أيوة إحنا عندنا ثقافة تمييز. المؤتمر ده بننهيه بالثلاث توصيات اللي أراهم الدكتور منير في الأول. التحرك العاجل لحماية المصريين ووقف حملات التحريض ضد المواطنين على أساس الدين، وأن تقوم وزارة الداخلية بأداء التزاماتها بحماية المواطنين المسيحيين، وأن تكثف التواجد الأمني حول دور العبادة. اثنين، فرض سيادة القانون وقيام الأجهزة المعنية بملاحقة مرتكبي أحداث العنف والمحرضين عليها وتقديمهم للمحاكمة. ثلاثة، وقف السجال الديني بما يتضمنه من تجريح وإساءة وافتراء وإهانة في كل وسائل الإعلام ومعاقبة مرتكبيه على الفور. يعني أظن لو الثلاث حاجات دول اتحققوا ممكن بعد كده يكون فيه اضطهاد للمسيحيين، وممكن ما يكونش فيه، بس في الآخر هيبقى فيه مرجعية، في مرجعية أنا بتسند عليها بقول إن ده ضد القانون، وبقدر أجيب يعني بره مثلا يقول لك إن لا لا لو أنا مسلمة ومغطية شعري ورحت أخش متحف أو أخش دار أو أخش سينما وواحدة فرنسوية اتعاملت معايا لأني مسلمة، هي ما تقدرش تظهر ده، بس أنا بحسه إنها اتعاملت معايا بعنصرية، بس أقدر أقول لها إن أنت عنصرية وأقدر إيه أطبق عليها القانون. إحنا عايزين قانون. الولد الصغير اللي كان ماشي في شارع أنور المفتي وعنده 10 سنين وشايل صورة السيسي واتضرب بالخرطوش علشان شايل صورة السيسي واتقطع له 4 صوابع ما كانش مسيحي. انت النهاردة بتواجه تكوينات إرهابية مسلحة. التكوين الإرهابي المسلح اللي موجود في رابعة واللي موجود في عند جامعة القاهرة أول ما هيسمع عند الفئات الضعيفة اللي هم المسيحيين. من النهاردة احنا بنتحرك لصلح نافع ولا اتفاقات ولا شرط جزائي ولا محمد حسان ولا غيره، مش هينفع غير القانون. طلبنا هو دولة القانون.